السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم يا أحبابي في قناة نشا تيري لهذا اليوم. تتم التمرين فيديو السابق وكما وعدتكم أنا جبت لكم الوصفة الثالثة اللي هي وصفة عجيجات تاع الخبز اليابس. الوصفة القديمة التقليدية بحتة 100% واللي إن شاء الله نعود نحيوها ونعود نتفكروها اللي ما يعرفوهاش يديروها إن شاء الله. إذن عجيجات الخبز اليابس كما تشوفوا هنا كاين خبز يابس مشمخ هنا حوالي نصف خبزة، ديروا واش حبيتوا. هذه إن شاء الله راح تقطع بزيادة راح تشوفوا. إذن كما راكم تشوفوا هنا شمختو خليته مقبلة، يعني درت لي زغوسات اللي درتهم في الفيديو السابق وخليته يقطر بعقله. كي كملت عودرت ليه، شوفوا هنا الماء شحال راهو طلق، نخليوه نزيد يطلق ونوريكم لي زانغريديون. دونك المكونات بسيطه جدا كما راكم تشوفوا هنايا. بصل عندكم الطويل ولا المدور، هذاك كما نقولوا بصل الرقبي، من المستحسن ديروها بالبصل الطويل هذاك البصل الرقبي، ولا ما كاش ديروها بالمدور. انا راح نخلط لكم باش نوريكم باللي يندار. ربطه معدنوس، زوج حبيبات فرماج كما راكم تشوفوا، فرماج اللي عندكم البيض هذاك فرماج كريم كومون دير لو فرماج كريمو عفوا، البيض بين حبه ولا زوج، والفرماج بور غابي، والفلفل الكحل والملح. هذا ما كان فوالا. اكو تشوفوا راني قطعت البصيلات تاوعي، هذيك البصيله مدوره صغيره جلي غابي جوست بو فو مونطري بلي يندار به كانت. مي هو يجي بنين وبنين بزاف بزاف بهذاك البصل الرقبي الطويل ولا البصل الاخضر. فوالا قطعت هذا المعدنوس تاعي، تحبوا تخلطوا المعدنوس وحشيش يا با بروبليم، يجي تري تري بون. مي الوصفه الاصليه تندار بالمعدنوس. البنات انو با كونفوندر سيفو بلي، هذه ماشي سفيريه، هادو عجيجات الخبز اليابس كما كاين عجيجات السردين، كما كاين عجيجات تاع الخضره تاع البطاطا، عجيجات الباذنجان. المهم سا سي با لا سفيريه. السفيريه انا درت لها اون فيديو سبيسيال كو جو انفيت ا فوار، شوفوها اللي ما يعرفوهاش يشوفوها هذه المره. فوالا تري امبورطون سكو شو ان تران دو فير لا، لازم هذاك الخبز يقطر بالطبع، لازم باسكو سينو يجيك مرغدن، يجي ما يشدش روحو في القليان يجي. المهم فوالا شوفوا شحال شحال تلقني بالعاني نوريه هنايا، كي عصرتو بيدي دونك لازم تعصروه بالطبع والشان. فوالا دونك سي سامبل، ناخذوا هذاك الخبز اليابس نديدو له المكونات اللي وجدناهم. اون لوكورونس عندنا البصل المعدنوس والتوابل، وكنت تشوفوا داك الساشي اللي فيه شويه لا شابلوغ اللي به نطم شويه باش لا تلق روحو، الا شفتوه مشمخ بزاف ولا طموه بلا شابلوغ ينطم يا با سوسي. هذه من ضمن الوصفات التقليديه القديمه. شوفوا كيفاش كانوا جداتنا وامهاتنا ما يرميوش الخبز يابس، يخرجوا منه دي بتيت روسيت. كاين هذه، كاين سنين فات ولا سنانف نديروهم ان شاء الله. هذيك حلوه، هذيك افا حلوه، سي ان ديسير لتشفاو البنات مع الصباح، تشموا ريحه السنانف يقليوهم امهاتنا ونشربوا بهم قهوه وحليب، ولا مع العشيه ولا نديروهم ان شاء الله. كاين كانيت قبل قلت لكم السفيريه، كاين البرانيه، برانيه ان شاء الله راني نديرها لكم كانيت بالخبز يابس، ولا بالكاني داير كانيت يديروها بالبسكوت، بصح الخبز يابس تجي خير. دونك هنايا حطيت البصل، حطيت المعدنوس، حطيت الفرماج تاعي. بون فهذا فاكولتاتيف البنات اللي ما عندهاش با سوسي. دونك طبعا على حسب الكميه، هنا درت زوج برك باسكو راكو شفتو غير نص خبزه تقريبا. فوالا وصفاتنا التقليديه، ما كانش تبذير، ما كانش وكله صحي، ما كانش خبز يترمى، ما كانش كلش يتريكوبيرا كما كما يقول قانون لافوازي، غيان سو بير تو سو ترانسفورم. دونك فوالا فلفل الكحل الملح، قلت لكم كاين بزاف وصفات بالخبز يابس. اي جو ريبيت مرفض لكم سا سي با لا سفيريه، سفيريه ما يندلهاش المعدنوس، نهضر لكم على السفيريه العاصميه ولا السفيريه تاعنا الناس المتيجه، ما يندلهاش المعدنوس، ما يندلهاش البصل، يندلها غير فرامج برك. جو فوز انفيت افواغ لا فيديو اللي تهضر عليها. اي فوالا العجيجات تاعنا، كاين عجيجات السردين تاني كيجيو زين بنان، كاين دولما تاع السردين، ديروهم ان شاء الله. واش قول كاين تانيك واحد زوج مشتركات فكروني بتخشوخه تاع الخبز اليابس تانيك، هذا في اطار توجور الوصفات اللي راح نديروهم ان شاء الله.
تشخشوخه تاع الخبز اليابس يديروها ونكون ناكلوها والجبنينه وننطموا عليها وناكلوها في الجفنه تاع العود وبالمغارف تاع العود سيلفو بلاي نشفع عليهم. امي كانت تحطها في الصحفه ولا في الجفنه تاع الحطب تاع العود وتاكلهم ويا فانا ناكلهم كامله فامي بالمغارف كما كنت تشوفوا هذه المغرفه بيان سور صغير عليها تاع العود تاع الحطب. تقول لك البنه راهي تم دوق فكرتني ما حبيبتي ام معاذ قالت لي ناكلوها في سي فري حبيبتي سي فري نشفى امي كانت تحطها تانيك كي هي كي لا فري تشخوخه هذيك تشخوخه تاع كما نقولوا حنا تشخوخه ساكره كاين بزاف كي الكسكسو كي المسفوف كامل يتحطوا في البركوكس تانيك في الجفنه تاع العود صغيره سبيسيال كاين هذيك الكبيره خلينا اللي نعجنوا فيها وهذيك خلي مي كاين وحده صغيره عندنا في دارنا مازالها اليومين هذا كاش نهار نسرقها لامي تيان ونجيبها لكم ونحط لكم فيها كاش حاجه. دونك قلت لكم تشفينا تاع العود وناكلوا فيها هاد الاكلات التقليديه اللي من بينهم كاينه تخشوخه الخبز باذن الرحمن نديرها لكم البنات. فوالا دونك هنايا انا زدت حبيبه البيض بديت بحبه بيض وشوفوا الى حبه ولاد الدجاج ما كفاتش زيدوا الثانيه سا ديبو. انا عندي غير شويه خبز برك جست باش نوريها لكم هاد الوصفه شويه قرفه كانت شوف فلفل الكحل انا نحب الذوق تاع القرفه اللي حب ما يحبش القرفه ما يديرش مي فلفل الكحل والملح بيان سور لا شابلور ودوق نطم سمحوا لي مي طم بيدي. انا درت كما شفتوا كنت نهضر بصح راكم تشوفوا شفتوني باللي درت فرماج غابي لي دو فرماج ou faites ce qui vous semble bon hein les comme le متناول يدكم سي با ان بروبليم مي لا باز هذه هي وتمحقوا مليح دخلوا كل المكونات فوالا كله ينطم باليد بيان كوم يلفو الى شتوها جاريه با سوسي ديروا لا شابلور تجي زين تجي بيان فوندونت على الانتيريور وتجي كروسيونت على الاكستيريور. كاين تاني مكون جابني ربي ما قلت لكمش عليه اللي تحب شويه راس الموس كيما نقولوا تاع لا ليفور باش يجيو شويه مفخفخين اوكي ما يجيوش هكداك حابطين يعني زمان ما كانوش دون لا ليفور حنا برك دوكا نبدعوا شويه بصح معليش ما نبدعوا ليجامو ما نخرجوش على الاصل وما نخرجوش ما نبدعوش حاجات ولا نابورتيو حاجات ونقولوا هذه تاعنا نو فوالا انا راكم تشوفوا راني زدت في لا شابلور باسكو بتاتر كو جاتني شويه جو ما طمتليش فاسيلمون لا شابلور هي دواها. هاوليك هذيك تانيك بقايا من الخبز اليابس راكم تشوفوا ها خبز اليابس هاني درت منه وصفتين هذيك اللي راهي في الساشي سي دو لا شابلور رحيتو حطيتو نحطو فريجيدار دونك كي نستعمل هكذا نجبد سويشي والخبز اليابس هذاك الوصفه الثانيه اللي نخدم فيها. فوالا مي شيغ زامي لاباط تاعنا وجدت يدك هي اللي تقول لك الا لاباط مليحه ولا لا والزيت يكون سخون جيدا هاني درت امتي تيست بيان سور لازم الزيت تكون سخونه يدك تشمخيها بالماء قبل ما ديري الكويرات تاعكم اي فوالا هادو هما العجيجات يا حبابي سهلين مهلين وبنان بنان وبالك ودواهم البصل والمعدنوس ما ديروليش بصيله وتقولوا لا لا كثروا لهم البصل دوزيو لهم او ساعه ورخيص البصل راه وقتو دوزيو لهم وتشوفوا النتيجه فوالا دونك سي ان بتي بو لا ميم شوز كو سكو جو زي في لا ديرنيير فيديو اللي هذاك الحساء تاع البسباس وجوزت لهم اكومبانيمون درت لهم هاد العجيجات ودرت لهم لا فاموس شوش السردوك اللي شفتوها في الفيديو السابقه واللي عجبتكم بزاف بزاف وجاوني تعليقات شابين عليها. المهم حبيبي البنات ما تعرفوش العجيجات هاملك جربوهم ديروهم نيزيتي با لي فير سي تري ايكونوميك سي تري بون شوفوا لا تيكستور تاعهم يجيو طريين الداخل ومقرمشين على برا ويجيو زين بنان وتاكلوهم بالصحه والهنا. قلت لكم دائما نعاودها ونكررها لما يخشوز سون توجور لي بو سامبل ومعا للمحافظه على التقاليد والسلام عليكم.